نجوى قاسم. ومن منا في العالم العربي لا يعرف من هي نجوى قاسم؟ صوتها كان رفيق لكل المشاهدين العرب في كل مكان. لم أعرفها شخصياً، لكني زاملتها في قناة الحدث، وزاملت صوتها كمشاهد عربي وكإعلامية أتابع ما تقدمه. نجوى بالنسبة لنا هي مثال ونموذج الحرفية والمهنية والاحترام. نجوى صوتها يمكن كان مزعج بالنسبة لناس كتير، بالنسبة لناس كتير ما كانتش بتقول اللي هم عايزين يسمعوه، لكن نجوى كانت بتقول اللي المفروض يتقال، كانت تنقل الخبر. نجوى خبر رحيلها بالنسبة لنا كان مفزع، صادم، مزعج، بيحسسنا قد إيه الحياة ممكن تكون قصيرة. لكن اللي بيفضل، اللي بيبقى، اللي دايما مستمر، هو أنها ستبقى نجوى قاسم، مثال للحرفية، مثال للمهنية، مثال للصحفية المحترمة. ربنا يرحمك.